الشتوي النهارده عند سنتر النصر من اول 30 جنيه. جايبه لكم النهارده تشكيله ترنجات رهيبه، ولادي وبناتي عندنا من اول سنه 2 3 لحد المحيرات والانساتي. ولادي وبناتي كل المصانع اللي تتخيلوها موجوده في السوق هتلاقوها موجوده عندهم، وهتاخدوا من هناك كمان اقل الاسعار، واللي هياخد جمله وكميات هيكون له كمان اسعار خاصه. وعندنا شحن من اول قطعتين لكل المحافظات، عندنا الشغل القطيفه، عندنا الشغل البندكس اللي مبطن قطيفه، عندنا الشغل البره، عندنا الميلتون، كل المصانع اللي تتخيلي لحد بونجورنو تي ام هتلاقوها موجوده هناك. الميزه هناك كمان ان انت بتلاقي حاجات اسعارها في الهادي وفي الوسط، والبراندات كمان هتلاقيها موجوده هناك. عايز اقول لكم سنتر النصر كل ما يخص اللبس بقى الاطفالي والحريمي والرجالي واللانجري، بس فيديو النهارده متخصص بس في الاطفال، هعرض لكم شويه موديلات، وبقيه الموديلات هتلاقوها على لينك التليجرام في اول تعليق وعلى بركه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا شباب الاول؟ ربنا يجعله موسم خير عليكم يا رب. موجودين عند سنتر النصر اول الشتوي، كل سنه وانت طيب. هنبدا بايه معانا ان شاء الله؟ ان شاء الله بنطلون دفايه بيبدا معانا من سنتين. تمام. 12. من سنتين لحد 12 سنه. معانا 30 جنيه بس. ده النهارده ب 30 جنيه. الوان كتيره بس احنا عشان ايه؟ تمام. ده النهارده معانا فريدلي واحد بس يبان شكله. فريدلي واحد بس. ده النهارده معانا على 30 جنيه. حلو. والخامه تحفه. ده النهارده ب 30 جنيه يا جماعه لحد ما 12 بالوانه. دفايه. دفايه محير 75 جنيه بس. دي النهارده ب 75 جنيه دفايه محير. في منها كل الالوان ان شاء الله. كل الوانها متاحه. تمام. وادي الموديل الثاني. بص الموديل الثاني. نفس النظام. تمام. كل ده على 75 جنيه. تلبس كويس لحد جداً. المحيرات. مبطنه من الداخل حاجه جامده. تمام دفايه كامله. تسلم ايدك. تمام. في ازيك يا محمد؟ ازيك يا باشا؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. احنا معانا شماعات مقاس 1 2 3. شماعات 1 2 3. تمام. حلو. دي اللي هي الحوض. هيعمل كام؟ معانا 165. 165 جنيه. حلوه جدا طبعا بالاشكال بالالوان. تمام. اولادي وبناتي. كل ده ب 165. هناخد الزلط. تمام. زي كده برضه اولادي وبناتي بتزيد معانا 10 جنيه بس. 175؟ تبقى 175 جنيه. تمام. تسلم ايدك. برضه حاجه زي كده مقاس 1 2 3. دي 1 2 3. بصوا كده. كام ده؟ النهارده معانا 95 جنيه. 95 جنيه. 1 2 3 على 95. اهو. ده شكل تاني منه. ده شكل تاني. عندنا منه كل ده ب 95 جنيه. 1 2 3. تمام. تسلم ايدك. حاجه تاني زي كده هتعمل معانا 180 جنيه مقاسات 6 8 10. 6 8 10 على 180. بصوا ده بلوش ولا ايه؟ ده بلوش. اه على 180 جنيه 6 8 10. حلو قوي. والمحير بتاعه. والمحير؟ اه. يبقى عامل معانا بزيد 10 يبقى عامل 190 جنيه. 190 جنيه ده المحير بتاعه. تمام. عندك حاجات بيبي تاني زي كده؟ دي بيبيهات. الشحن عندنا من قد ايه؟ ايه؟ الشحن. الشحن؟ من كام قطعة؟ يا باشا من أول مثلا ممكن قطعتين ثلاثة. من أول ثلاث قطع قطعتين. لأي مكان طبعا. بإذن الله. دي كام برضو؟ 1 2 3 مقاسات. عندنا أولادي وبناتي عامل 195. 195 جنيه. عندنا منه حوالي 10 15 شكل. تمام. هسيب لكم لينك التليجرام في أول تعليق، انزلوا شوفوا فيه كل الموديلات، لان انا احنا بنعرض لكم بس ايه عينات من الشغل الموجود. معانا حاجه سمول ميديوم لارج. سمول ميديوم لارج البولرز يا جماعه. سمول ميديوم لارج. بيس كبير برده. حلو. اهو ده انساتي خلاص. كام ده النهارده؟ ده يا باشا النهارده عامل معانا 270 جنيه. 270. 270. تمام. خدوا على نفس الموديلات كتير نفس السعر. كتير. سلوبيت من 8 ل 16. من 8 ل 16. اللي فيتنا ده مقاس 10. ده مقاس 10 من 8 ل 16. مقاسات اكبر. ال 16 فيها لبس معانا ممكن 15 سنه ولا يكون. تمام. كام النهارده قبل ما ترميها يا ضايع؟ 205. 205. وفي خصم خاص للكميات. خصم خاص للكميات. اي حد ياخد كميات ياخد جمله له خصم تاني. تمام. عندنا المقاس الصغير من السلوبيتا دي عامل 180 جنيه. 180. الكبير 205. تسلم ايدك. تمام. يجي معانا حاجه ميلتون كويسه جدا مقاساتها من 1 لحد 5. تمام. كل مقاس وليه سعر. واحد يعمل معانا 140 جنيه. بتبدا من 140. كل مقاس بيزيد 10. معانا 170 جنيه. تمام ب 140 وكل مقاس 190 جنيه. تمام. وكل الالوان موجوده وكل مقاس ليه شكل غير الشكل التاني. تسلم ايدك. تمام. مقاس 1 2 3. 1 2 3. هيعمل معانا 185 جنيه. 185. تسلم ايدك. تمام. يجي حاجه زي كده 1 2 3 4 حاجه ميلتون محترمه جدا. 1 2 3 4. بصوا الشكل بتاعها. هتعمل معانا 190 جنيه. 190 جنيه. تمام. حاجه ثانيه زي كده من 8. تمام. كل ده ميلتون يا جماعه. من 8 ل 16. من 8 لحد 16. هتعمل معانا 240 جنيه. 240 جنيه من 8 ل 16. تسلم. تمام. كده
من 6 ل 12 من 6 ل 12 معانا 235 جنيه. دي ب 235 جنيه من 6 ل 12 تمام. فرو في قطيفه فرو في قطيفه 12 نفس النظام هتعمل معانا 235 جنيه 235 كل حاجه بسعرها بنقول لكم عليه. من 6 ل 12 دي برده من 6 ل 12 235 235 من 6 ل 12 وميديم سمول وميديم المحيرات طبعا المحيرات اول الشباب يعتبر عامله 305 ده غطس مبطن مبطنه ب 305 محيرات اول الشبابي سمول ميديم. عايز اقول على الموديل ده والسعر ده في موديلات ثانيه كتير عشان وقت الفيديو وكل موديل بالوانه تمام. ثلاث قطع ثلاث قطع من 6 ل 12 دي القطعه الاولانيه من 6 ل 12 دي معانا 305 305 ادي ثاني قطعه وادي القطعه الثالثه وادي ثالث قطعه حلوه دي 305 305 تسلم ايدك. دي بناتي زي كده دي بناتي من 3 ل 5 من 3 ل 5 240 جنيه دي ب 240 من 3 ل 5 تمام. نظام بناتي بناتي برده ل 16 من 6 ل 16 هتعمل معانا 200 حلوه دي مرحلتها كبيره دي يعتبر واخده مرحلتين طبعا عامله كام؟ هتعمل معانا 270 270 جنيه اشكالها كتيره جدا يعني على نفس السعر في اشكال ثانيه كتير 270 تمام تسلم ايدك. بلوش حاجه بلوش بس طبعا اتقل من اللي احنا كنا شايفينها الخامه اتقل حلو مقاسات 1 2 3 4 تمام مقاسات مجازيه يعني الثلاثة يلبس مثلا ده مقاس 3 ده 3 يلبس 4 سنين وخمس سنين خمس سنين ممكن ويمكن يجيب 6 كمان والخامه تقيله الخامه محمله عن البلوش الثاني محمله لا ومطعمه كمان معاك ووتر بروف وحاجه حلوه قوي كام؟ 195 195 المقاس الاكبر في الاكبر من مقاساته كبيره ده يعني الاكبر حاجه تلبس معانا وليكن حوالي 12 سنه 12 13 سنه كمان كام؟ معانا 205 205 برضه الوان وموديلات موجوده من نفس معانا موديلات بلوش ثانيه برضه دي بلوش اعلى شويه دي اعلى شويه بص كده مقاس 2 لحد سمول وميديوم لحد سمول وميديوم من 2 سمول وميديوم طب كام؟ تمام يا باشا احنا نقول اسعارها بقى كلها بادئ معانا 190 تمام 110 230 واكبر حاجه 260 وسمول ميديوم تمام مقاس 2 لحد جيب المراحل كل مرحله بسعر يا باشا كل تمام. مرحله بسعر تسلم ايدك حاجه في الغطس زي كده ناخد غطس بقى ده بقى اللي هو اسمه ايه؟ غطس المبطن قطيفه بندكس بندكس عمال افتكر في الاسم ده بندكس قطيفه مبطن قطيفه منه الوسط والمحير الوسط والمحير وسطه عامل 240 240 المحير عامل 250 250 اللي هو من مقاس 6 لحد 16 لحد 16 تمام انا مصنع برضو من المصانع النظيفه جدا في المنتجات مصنع تاني ده تحفه انا واخده منه ده ميدو عامل ميلته بتاعه تحفه كام؟ سعره موحد هيعمل معانا 335 335 بس ده تحفه حلو قوي ورينا بس كده كل تحفه خروج 335 جنيه كل ده حلوه تسلم ايدك تمام الجاكار ده بقى من عدا الجاكار هجي لك بعد ده على طول ده بص كده ده اعلى شويه ده 360 جنيه ده 360 بتدفي الخامه عامله زي البيكا من بره طبعا مفيش وبر بص يا جماعه اللي مش عارف الجاكار عامله زي البيكا ومبطنه يعني لا بتوبر ولا يجرى لها حاجه البيكا اصلا تمام نفس المصنع برضو ميدو نفس المصنع ميدو كده هيعمل معانا 225 جنيه 225 جنيه نفس الفكره برضو تمام نزلنا في مصنع ميدو مصنع كويس جدا خامات محترمه حلو قوي 1 2 3 هيعمل معانا 225 جنيه 225 جنيه 1 2 3 نفس الفكره الله حلو ده 25 بصوا اشكاله كتير قوي على 225 جنيه وعايز اقول لكم بيطعم الحاجه يعني بصوا هنا تلاقي حته فروه تلاقي حته ووتر بروف شغله حلو قوي الله لا وبيظبط ميتشن الوان حلو حاجه كويسه جدا 225 جنيه نيجي الحاجه ده اللي هو 1 2 3 4 6 8 4 6 8 معانا 285 جنيه 285 4 6 8 حاجه من 2 ل 5 من 2 ل 5 هتعمل معانا 265 جنيه ب 265 جنيه حلو برضه والله تحفه تمام حاجه اولادي 4 6 8 4 6 8 تعمل معانا 245 جنيه افرد لي كده بصوا ده ب 245 جنيه اعتبروه خروج يا جماعه خلاص ده ترنج خروج حاجه محترمه 4 6 8 نفس النظام 4 6 8 ده 4 6 8 ولادي حضانات بقى ودروس حلو قوي محترم 245 جنيه 245 كل الالوان موجوده وطبعا كل الالوان كل الوان وموديلات صعب نعرض كل حاجه عشان وقت الفيديو تمام في حاجه 10 12 14 10 12 14 225 جنيه 225 كويسه جدا برضه تمام 10 12 14 10 12 14 بناتي دي المرحله اللي هي الوسط هتعمل معانا
270 جنيه. ده ب 270 جنيه المرحله الوسط يا جماعه على 270. تمام. دوم 10 12 14 10 12 14 70 جنيه ب 270 جنيه. انا عايز اقول السويت شيرت لو هجيبه لوحده من بره خروج على بنطلون ب 270. الخامات محترمه قوي. تسلم ايدك. تمام. نكمل مع بعض بقيه العروض. ده بناتي 14 16 10 12 14 16 14 16 مفيش 12. في مصانع كده مقاساتها غريبه. انا اول مره اسمع 10 14. ده عندنا من السنه. ما علينا. تمام. ده ب 200 جنيه. عندنا منه الاولادي برده بنفس السعر بنفس الخام على 200. ب 200 برده. تمام. ده بعد الخصم اللي احنا عاملينه. ده بعد الخصم على 200 جنيه. في برده بنقلب بالخامات شويه معانا حاجه زي كده. حلو. ده بيبيهات. ده بيبيهات من 3 ل 5. من 3 ل 5 معانا 275. 275 طبعا الصوره معانا في السيرفيس. صورتها اهي يا جماعه. تمام. حلو. برده موديل تاني في البيبيهات زي كده اهي 210. ده برده ب 210 بيبيهات. ده معانا من 2 ل 5. من 2 ل 5 على 210. تمام. ركزوا في الاسعار. حاجه تاني زي كده بولر في قطيفه. بولر في قطيفه طبعا البنطلون قطيفه وشين. تمام. بولر وبتبقى وشين. وكام برضو؟ النهارده هتعمل معانا 215 جنيه باذن الله. ده ب 215. تسلم ايدك. الله حلو. ده ده تحفه. ده طلع جديد السنه. تحفه. حلو. حلو قوي. 3 4 5 شكله حلو قوي. 3 4 5 295. 295 6 8 10 340. تمام. 12 14 16 305. يعني كل مرحله بتزيد 25 جنيه. موجوده وكميات موجوده والالوان والوان برده متاحه. تمام. بامر الله. بامر الله. ناخد برده حاجه ثاني معانا زي كده بنات. عايز اقول لك حاجه. انتم مهتمين بالبنات ومدلعينهم قوي والله العظيم. اي حاجه في المسافات الصغيره يا جماعه تلاقي فيها تشكيل حلو. هتلاقي فيها اشكال جميله جدا كل المراحل. كام دي برده؟ دي معانا 3 4 5. ده اول مقاس 3. تمام. عامله 275. 275 وده شكلها على 275. تسلم. تمام. حاجه ثاني زي كده. حاجة تانية زي كده. معانا من 2 ل 5 برضه. من 2 ل 5. المدينة ده هيبقى مقاس 5 بإذن الله. كام النهاردة؟ معانا 265. 265 شكلها على 265. تسلم. تاني حاجة تانية زي كده. 1 2 3 بناتي عامل 205. 205 1 2 3 بناتي. الشغل ده كله يعتبر خروج. كلها يا جماعة. تمام. الوسط بتاعه عامل 245. المحاير بتاعه عامل 270 280. يعني في الحدود دي. حلو. وترنجات خروج تعتبر. ميلتون. تمام. ناخد حاجه 8 10 12. 8 10 12 هتعمل معانا 235 جنيه. 235 حلوه. تمام. من 8 ل 14. من 8 ل 14 هتعمل معانا 260 جنيه. 260 جنيه من 8 ل 14. باندكس كويسه جدا. هتعمل معانا 320 جنيه. 320 جنيه باندكس قطيفه. قطيفه من الداخل. تمام. حلوه. ده مكستر قمر. بص ده الله حلو. ده اطفال. ده تمام. ده اتعرض معانا قبل كده. تمام. أربعة ستة تمانية. أربعة ستة تمانية. كام النهارده؟ كويسة جدا عاملة معانا 380 جنيه. 380. تمام. كل ده بندكس خروج يا جماعة. في ووتر بروف كده. أو حلوة حاجة محترمة جدا. 6 8 10 هتعمل معانا 305. 305 ومنها المحاير 12 14 16 هتعمل معانا 315 جنيه. 315 تفرق 10 جنيه يعني. نفس النظام من نفس المصنع. الغطس. تمام. 6 8 10 هتعمل معانا 305. ده غطس برضه 305. 12 14 16 315 فرق 10 جنيه. في معانا حاجة من 2 ل 5. حلوة قوي دي. حاجة محترمة جدا. بصوا دي من 2 ل 5 ب 265 جنيه. حاجه كويسه جدا برضو. تمام. 265 حاجه. 6 8 10 12. 6 8 10 12 معانا 330 جنيه. 330 جنيه. حلو. تيجي الحاجه ودي اخر حاجه معانا بناتي. طبعا صعب نعرض كل حاجه. طبعا اللي عشان وقت 12 هتعمل معانا 325 جنيه. 325 طبعا عندنا خاص للكميات. يعني الناس لو خدت فاتوره كويسه عليها خاص. وفي كمان للي بيبيع في سعر توزيع. تمام. كمان للي بيبيع. للي بيبيع. عايزين شحن كل المحافظات. تعبتك معايا. وشكرا جدا. العنوان بالتفصيل هينزل لكم الصور في نهايه الفيديو. هسيب لكم لينك التليجرام في اول تعليق والارقام موجوده طول عرض الفيديو على الشاشه. سنتر النصر كل ما يخص لبس الاطفال الرجالي. عندنا لانجري. عندنا حريمي. اللي عارف السنتر هنا اسعاره جمله الجمله. لكل متابعين مكه بحبكم في الله واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.
هنيجي بقى العنوان. احنا واقفين قدام عمارة فروح اللي موجود فيها سنتر النصر في الدور الاول علوي. هنوصل ازاي؟ هنركب محطة مترو العتبة، يعني هتركبوا مترو وتنزلوا محطة مترو العتبة وتدخلوا اول شارع الجيش. اول شارع الجيش على اوله كوبري الازهر اللي انا عملت لكم عليه زوم ده. ولو راكبين اي مواصلة هتركبوا وتنزلوا عند شارع الجيش في العتبة، هينزلكم برضو على اول الشارع تحت كوبري الازهر. هلف على طول كده بعد ما ندخل حوالي ربع شارع الجيش، هنلاقي البيت المعمور وهنلاقي كمان جمبري العتبة. ده في ظهرنا على طول، يعني في وش على طول سنتر النصر. هندي ظهرنا على طول كمان لجمبري العتبه وممر الجوهري. انا بديكم علامات مميزه في وشه الناحيه الثانيه. هلف على طول هنلاقي عماره فروح في وشنا. احنا هندخل في باب العماره اللي انا عملت لكم عليه زوم ده. احنا هنطلع الدور الاول علوي عند سنتر النصر. ولو مش عارفين توصلوا كمان او عايزين تستفسروا عن شحن، عن كميات، عن اي حاجه، في رقم موجود معاكم اعلى الشاشه للاستفسار عن اي حاجه. هنطلع معاكم الدور الاول علوي، دي كمان اليافطه بتاعتهم بكل ارقام التليفونات، ارضي وموبايل وكل حاجه. هنطلع معاكم كده للدور الاول علوي، واول ما نطلع هنحود على طول شمال هنلاقي سنتر النصر موجود معانا. ده تاني فيديو من مكان اطفال، عملنا فيديو العروض عشان كان هيطول معانا، عملت لكم فيديو تاني براندات. يا رب تكون الجوله عجبتكم، ولو لسه ما اشتركتوش اشتركوا لايك للفيديو، واشوفكم على خير في جوله جديده ان شاء الله.